واش عارف باللي الا تزوجتي بشي وحده مصاحب معاها بانك خديتي عاهره، بانك خديتي فاسده، وبانك ما خديتيش بنت دارهم؟ واش في خبارك ان اللي كتصاحب ماشي بنت دارهم؟ واش في خبارك بان مريم العذراء سميت بالعذراء لان لم يمسسها بشر، لم يمسسها؟ انت علم الله شنو درتي. اذا واش كتسميها عذراء؟ واش كتسميها بنت الناس؟ واش كتسميها انسانه محترمه وتليق الحياه الزوجيه؟ 100% لا. علاش؟ لان هاد الامور هذه واضحه. كاينين بنات الناس، وما اكثر بنات الناس في المغرب. نتوما كتقلبوا على الزبل، نتوما كتقلبوا على الدبان. واش كاين حل؟ سير قلب على نحله، موجودين، غير هما ما كيديروش الشوها، ما كيتعرفوش. بغيتي تزوج، شوف بنت الناس اللي قارية القرآن وتكون في شكل وكتخاف الله ومستورة، ماشي متبرجة عاهرة كاسية. كاسية يعني وحدة غادة عريانة ومزيرة، كتسمى عاهرة، حرة في اللبس ديالها وي، وعاهرة اه. سالينا لايق عليك الزواج نو، خديتيها كتسمى ديوتي. ولكن كيقول لك الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، موجودين بنات الناس، غير نتوما خصكم تقلبوا عليهم. ما اكثر بنات الناس، ولكن نتوما كتركزوا غير على الخايبين. لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلنا لنهايه الحلقه، لايك كومونت بارطاج، تهلاو.